لكن الخير بما يشهد به منافس ما تقدرش تقول انه هو بيحبك او ما يعني طول عمره شايفك انك انت زي ما الناس كلها بتقول لا انت واخد اكتر من حقك و و و شفت ساعة الجد بيقول ايه احمد جمال. كل المدربين المصريين دائما وابدا ما بيقعوا في فخ النادي الاهلي في اللحظات الاخيره، لان بصراحه شديده جدا ومحدش يزعل مني، من اي مدرب بيقدر يوصل مع النادي الاهلي الى نتيجه التعادل او الفوز في اللحظات الاخيره، انا اسف جدا في اللي هقوله، ما بيعرفش يتعلم من دروس التاريخ في لقاءات النادي الاهلي. والنادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، وانا اتكلم بصراحه شديده جدا، في ظل غياب عبد الله السعيد عن النادي الاهلي، وفي ظل غياب شريف اكرامي واحمد فتحي وحسام عاشور ورمضان صبحي، وفي غياب وليد سليمان للاصابه، وفي غياب علي معلول للاصابه، وفي غياب نجوم النادي الاهلي لاسباب فنيه او لرؤيه فنيه من قبل موسيماني، يفوز النادي الاهلي. دي الثقافه بتاعتهم اللي بيدخلوا على اساسها بيلعبوا في النادي الاهلي، تتفق مع بعض الامور تختلف. انا بتكلم دلوقتي على شخصيه الفريق، شخصيه الفريق البطل، نفس اللعيبه اللي في النادي الاهلي اللي هي كانت موجوده وكان منهم احتياطي في النادي الاهلي او كانوا نفسهم يروحوا النادي الاهلي، النهارده بيلعبوا اساسي. محمود وحيد بيلعب اساسي النهارده في النادي الاهلي، قفشه جاي من انبي ومن بيراميدز ومن تجربه ان هو يجي يبقى نجم النجوم في النادي الاهلي، محمد هاني، السوليه جم الاسماعيلي، اجاييه، ايا كانت الاسماء اللي بتلعب، محمد شريف جاي من انبي، ايا كانت الاسماء اللي بتلعب، طاهر محمد طاهر جاي من المقاولين، هو بيخش ينخرط في السيستم اللي معمول. السيستم ده اصلا هو فلسفه النادي، هو شخصيه الإدارة اللي موجودة، هو مدير كورة، هو الفرقة متفقة على كده، هو في لعيبة بتقول احنا رجالة نازلين ناخد التلاتة بونت، يبقى ينزل ياخد التلاتة بونت، وربنا بيكرم على قد النية وعلى قد اللي انت نفسك تعمله لإسعاد جماهيرك. هو ده السيستم، وهو ده الأهلي، وهو ده النظام، وهو ده الاعتراف في لحظة صدق. ما هو ده الجميل في الموضوع، يعني انت تفضل تسمع يعني مكابرة ومهابرة واتهامات بطيئة، لكن لما تنتفي علاقة وضغوط العلاقة تظهر الحقيقة، هي دي تظهر الحقيقة الجلية اللي تنصف الأهلي من الزميل أحمد جمال بهذا القدر، وسيستم الأهلي ونظام الأهلي. ياك يفتكر كده بعدين بس. هو ده النادي الأهلي يا جماعة، هو ده النادي الأهلي، ولازم أن تفخروا أن أنتوا أهلوية، ولازم أن تسعدوا انه النادي الاهلي منذ منبته حتى اليوم ينحاز للقيمه، والقيمه والمبدا اللي بيحققه كل المكاسب. ان شاء الله تعالى كل التوفيق. التاسعه مساء السبت للاهلي امام فيتا الكونغولي، الاهلي عنده 3 نقاط متساوي مع فيتا، مباراه رايح جاي، يعني هنلعب مع فيتا ثم نسافر بعديها عشان نلعب فيتا هناك. يا رب باذن الله تعالى كل التوفيق للنادي الاهلي. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله.